يا مرت الار ايش عندي غيرك؟ انت الوحيد لي، ليش ما تهتم بي؟ انا مو امك. اوه هاك اليوم هي قوانتك كل ساعه جايتني، ايش تردين من يمي؟ تراني شابر اطلع امشي التهي بيك. بقول لك يا مرت الار شنو سالفتك انت؟ ما تقول لي مشين هالعلاقه، اوديك على شغله لا تجيب، اوديك على علاج لا تجيب. ما تقول لي شنو سالفتك؟ انت اللي بهالعلاقه، قل لي ايش بيا العلاقه؟ يمه منا عالم لا تسمعنا الناس، وموضوع العلاقه ابد لا تفتحيني على لسانك، ماشي؟ روح دخلي جوا انا التهبيج عنده هواي شغل. يمه سالار ما تحس بيا بس من تخسرني. دير بالك على نفسك. زين دير بالك على نفسك. روحي روح منا عالم، روح انا التهبيج روحي. حسون سالار جريء وانا لازم اروح اقنعه على مود يمشي له هاي العلاقه. توحي انا احس بسالار متردد ولحد هسه ما مشينا العلاقه الاولى، شلون يمشي العلاقه الثانيه؟ لك حسون اسكت جبان، احسك انت المتردد مو سالار، وهذا سالار هلجه، امشي نطي العلاقه الثانيه امشي. ها شباب هاي العلاقة اللي اعطيتوني اياها انا بصراحة متردد وما اقدر اوصلها. سالار هذا الحكي جاي تحكي شنو هذا حكي؟ باوع علي انا املي بيك قوي وانت بعازة الفلس، هذا الحكي عوفة. انا صحيح بعازة الفلس بس انتم جاي تدخلوني بمطبات انا غني عنها وما اقدر، واذا طبيت بيهن راح تضيعوني، واذا عندكم غير شغلة اطبيها عادي، هاي الشغلة ما اقدر الها وهاك هاي العلاقة مالتك. سالار جيب هاي العلاقة الظاهر ثقيلة عليك، بس أنا راح أعطيك هاي العلاقة خفيفة عليك، وهاي إذا تأخذها تغير حياتك كلها. تغير حياتي؟ ليش هاي العلاقة شنو خاطر تغير حياتي؟ ترى أنا شابع وعود، يلا راح أخذها إذا أخف من هاي وبلكة تقدر أوصلها للناس اللي تردونهم أنت. ماشي ما مرتاحه يمه، ذول الويد اللي قاعد يجونك يا سالار يمه خايفه عليك. شنو شكور قامت تجيك هاي السيارات وهاي الوليد منين ما منين ما اعرف والله، طقت روحي يا يمه عليك. هاي يمه سالار وينك؟ ما تقولي ذول اللي يجوك منين ذول الويد شكور قاعد تجيك يمه؟ وجابوا لك هاي العلاقه، شطيتهم ذيك العلاقه الورديه وجبت هاي العلاقه السوداء، شنو سالفتهم يمه؟ يما خايفة عليك. بدي نزل ايدك، ايش تردين من يمك؟ كل ساعة تسألين، كل ساعة تحققين. باوع يمه، أي واحد يجيني قولي له سالار ما موجود، ما راح أنام لأن عندي شغل. هاي دفعتك إلي ما راح تتوفق بحياتك. تجي يوم يا سالار تتندم، تتندم على كل الحكاية اللي حكيت لي إياها. شو سالار؟ مختفي هالأيام، لا يلتقي بالمنطقة، لا جاي أشوفه. اخ هاي مسالة. سلام عليكم خالة، شعجب شو اليوم بالباب؟ يا مسالة ما عاجبني، قاعد تجي ولد اشكال ارناك ما اعرفها شنو منين ما منين، مو صحبتكم الاوليه، وجهزت يطب علاقة ويطلع علاقة، هالعلاقة هاي شنو بيها ما اعرف. اوجوه اوجوه خالة، منو ذولا ما عرفتيهم؟ خالة ان شاء الله امر لكم بالليل واعرف شنو موضوع العلاليق لي طببهن ويطلعن يوم يا سالة، إن شاء الله مر لكم. أريد أعرفهم سالار، البارحة من سولفت لي على العلاليق يطببهن ويطلعن سالار، وعلى هاي الوجوه وجوه تجي ما أعرف شنو الموضوع، واليوم لازم أعرف موضوعهن وأني جاي على هالأساس. سالار سالار معقولة نايمين؟ بس لا سالار يظل سهران، اجي مباشر الصبح. اي اجي مباشر الصبح احسن لي، جوز نايمين. يما بشي سالار ما عاجبني هالايام، شو ما ادري شو يأذيني يصيح علي يحكي علي، ما عاجبني يا يما يا بشي. يما ما ادري يمكن متعارك ويا سقاي وضايج. لا 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 بشي
أنا متاحت له من يوم جت السيارة، ومو مال واحد متعارك ويا جماعته. لا لا، شوف إيش بيه. زين يما، أنت قلبات وتعرفين كل شيء. يما شكولين ليش تغيرت هلا؟ يا يما والله ما أدري، والله محتارة أنا. على العليق نخير لنا يا يما، تطلع علاقة وتطلع علاقة، وما عرفنا لحد هسه شنو بيع العليق هاي. يما يا يما، أدري قعدات من الصبح أنت وبشي خو، ماكو شيء. شنو تبيع عن جيمر؟ يما أنا قاعدة من الصبح، صار لك يومين تقعد من الصبح وتطلع وما أشوفك. قعدت الصبح دزيت بشة، جابت لي صمود وسويت لك ريوك. أقوم أسوي لك الريوك يما. ما أريد أي ريوك، ومثل ما قلت لك أي واحد يجيني من البيت قل لي له سالار ما موجود. ماشي، يلا جرباك على بشة، أنا رايح. شفتي يما بشة؟ كان سالار ما يطلع ذا ما يبوسني من راسي. سالار متغير فد مرة علي، أصلا ما داير لي بال. صدق كذي بسالار؟ شو تأخر عليه؟ وين صار؟ وين صار؟ من يوم وين صار؟ أو ما تبغى يوم تينت؟ ما تيجي يوم تينت؟ لك تينت؟ تأخرت عليه سبعة. شنو تأخرت عليك؟ لك بابا طريق والزحامات. أنت ما تعرف نص صوتك؟ جيب الفلوس أجيبه. هاكيم جيبين. أروح. يلا روح. هذا غبي، الظاهر غشيم على الشغلة، صوته عالي أكثر من مرة. يلا يراد ندرس. حسين تدري ليش جبتك أنا هنا؟ لأن الاستلام والتسليم راح يصير هنا، وأنت مثل ما تعرف أجواء الشارع الناس كلها فاتحة عيون علينا. توحى هذا المكان مو مكان شغلنا، جايبني هنا ليش؟ حسون اسكت، أنت دومك معارضني. هسا على كل هذا مو موضوعنا، موضوعنا سالار جاي، خلنا نشوفه مشى العلاقة. لا، وانت خلي ببالك اللي يطب بهذا الشغل مستحيل يطلع من يمه. هذولا والله حيروني، يوم يتفقون وياي بلم، يوم منطقة البتاوين، يوم منطقة الطوايل، ما اعرف شنو الموضوع. حيروني، ما يستقرون على مكان. هاي العلاقة اللي طوني اياها بس كون يطوني حقها. وهذا سالار هل اجى؟ قوم هاتوحة. شنو سالار؟ شو تأخرت؟ ويه شو تأخرت؟ انت مش مطيني خاطر انا ما اتأخر، ترى الشيء المطيني اياه صعب علي، ولهذا السبب جاي تأخراني. يلا وديت العلاقة، اطون القاسم الله. سالار احنا ما اتفقنا يا كيتي، خد تاخذ ايدك على الشغلة وبعدين اعطيك التريده. اوكي متفقين، بس بشرط حياتي راح تتغير لو لا، لان حتى والدتي انا راح اخسرها من وراكم ومن ورا هاي العلاليق اللي جت تعطوني اياهم. ما لحد الان ما اعرف شنو بيها، بس على ضوء كلامكم لين قلتوا لي راح تتغير حياتك. سالار انت عجبتني وما عندك فضول تفتح العلاقه، وعلى كل هذا مو موضوعنا، موضوعنا تاخذ هاي العلاقه وباشر انا وياك نظل على اتصال. باع شلون سالار ياخذ الكلمه وما يخاف؟ مو مثلك بس تعارض، اذا عارضتني مره ثانيه ترى المي قريب علينا.